دكتور سالم شعبان اللي هو الطبيب اللي البيطري المعتاد عليه في مجزر بدمنهور. دكتور سالم، اولا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا فندم. الله يسلمك. حالتك العامه ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. الحمد لله تمام. والله الحمد لله الحمد لله. طب تحكي لي الحكايه، ايه اللي حصل يا دكتور سالم؟ والله يا فندم، احنا استاذ عمرو، احنا كان مع مباحث التمويل بنطلع حملات باستمرار، يعني مباحث تمويل البحيره، فقمنا بضبط احد الجزارين عامل سرخانه او مجزر تحت البيت عنده. فروحنا ضبطناه، فكان في ذبح اناث وذبح لحوم صالحة. فكتبت التقرير بتاعي ان هي فيها اناث، طبعا الاناث ديت مجرمه واللحوم غير صالحه وكده يعني. وطبعا تم النيابه، طلعت قرار باعدام هذه اللحوم. اعدام هذه اللحوم؟ طلع قرار باعدام هذه اللحوم. اللحوم ماشي. اللحمه دي، معلش انا ما سمعتش يا دكتور سالم، اللحمه دي كانت ايه؟ عباره عن ايه؟ لحمه ايه؟ اللحمه دي كانت اناث. ماشي. واللحوم غير صالحه، اللحوم لما يتم توقيع كشف الطب عليها، وكانت لحوم اناث، وطبعا الاناث دي ممنوع تنذبح. ايوه. عشان الحفاظ على الطبيعه الحيوانيه وكده يعني. واللحوم غير صالحه لان ما فيش كشف طبي، ولحوم مطبوح بره المجازر. بره المجازر. طيب. غير صالحه للسلاك الادمي. تمام. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبس. فاحنا عملنا عملت المحضر، والنيابه طلعت قرار باعدام اللحوم دي. وبس. فاخو الجزار اللي انا عملت له المحضر ده من بعديها وهو بيتوعدني يعني. المحضر ده كان امتى؟ كان يوم 13/11. 13/11. 13/11. من اسبوعين تقريبا. وتم تنفيذ الاعدام امبارح. فاخو الجزار كان بيتوعدك وبيهددك. طلع قرار النيابه باعدام اللحوم ديت بتاريخ امبارح 28/11. تمام. واخو الجزار كان بيهددك طول الفتره دي؟ بيهددنا. انت خربت بيتنا، انت اخويا هتحبس بسببك. ومن هذا القبيل يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين امبارح وانا في المجزر بقوم بعمل في المجزر، تعدى علي يعني، منعنا ان انا نكشف على العجول. وان انا سبته، وانا سبته ومشيت يعني، ان هو احنا متعودين ان هو لما الجزار يبقى فيه مشكله معاه بيبقى فيه زميل اخر يعني هو اللي بيقوم بالحاجات دي. بس فانا سبته ومشيت، جه ورايا وقال لي انت مش عاجبك، انت عملت فينا، انت اذيتنا، وجراح ضربني بسكين. ضربك بسكين؟ وطبعا كان في شهود على الموضوع ده. ده زمايلي وكل الجزار، كل السرخانه كلها. طب اتقبض عليه؟ اتقبض عليه. هو الصراحه بعد ما انصبت ورحت المستشفى العام بدمنهور، خيطوني وعملت تقرير طبي ورحت على المركز. وطبعا الكادرات كلها عندي في المديريه، مدير المديريه بعت لي مندوب من الشؤون القانونيه. عملت المحضر ورحت النيابه، عملت استجوبت في النيابه، طلعوا لي ضبط واحضار يعني. وطبعا سياده المحافظ كلمني ومدير الامن وقال لي ان شاء الله هنجيبوه، مش هيبات لما ياخد حقك يا دكتور. وحتى بتوع الهيئه، رئيس الهيئه الدكتور عبد الحكيم اللي هو حكيم برضه كلمني، والدكتوره منى محرز كلمتني شخصيا كذا مره يعني. نائبه وزير الزراعه. كلمتني كذا مره وبعتت لي النهارده هديه، النهارده مندوب من النيابه عنها يعني. هديه عباره عن ايه بقى؟ كيلو لحمه؟ لا والله هديه رمزيه كده، مصحف يعني، هديه رمزيه. تمام. لا احسن طبعا من اللحمه. لا حبيبي. وطبعا وزير الزراعه والله كلمني شخصيا النهارده كمان، اطمن عليا. طب كويس جدا. وزير الزراعه كلمني والله احنا بنحييك يا دكتور. بحييك يا دكتور سالم، ويا ريت كل الاطباء البيطريين يكونوا بنفس الامانه، وانا متاكد انه يعني كلهم ان شاء الله بنفس امانتك، لانه لولا انتوا احنا ممكن نروح في داهيه يعني، ناكل اكل ولحمه ما نعرفش ايه مصدرها يعني. والله يا فندم ضمير يعني، احنا ديت امانتنا ودي ضميرنا يعني. تمام. ودي مسؤوليه كل اي مواطن بياكل لحمه، ده في رقبتنا احنا. انا بشكرك شكرا جزيلا، والحمد لله على سلامتك يا دكتور سالم.